بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد قسمنا صفات الله عز وجل إلى صفات ذات وصفات أفعال، وقلنا أن صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، وكصفات اليد والساق والعين والإصبع وغير ذلك مما يعني ثبت في الكتاب أو صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صفة العلم، تكلمنا عن صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، صفة الحياة، صفة القيومية، وهذه أمثلة لصفات الذات. وقلنا هي التي لا تنفك عن الله عز وجل. هناك نوع آخر من الصفات، وهي صفات الأفعال، وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، وكما يقولون يعني هي قديمة النوع حادثة الأحاد، وهي التي يجوز أن تقول بعدها إذا شاء، فينزل إذا شاء، يتكلم إذا شاء، يضحك إذا شاء. فأي صفة من صفات الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، إذا جاز أن تقول بعدها إذا شاء فهي من صفات الفعل. وكما ذكرنا عدة أمثلة لصفات الذات، نبدأ في بعض الأمثلة لصفات الأفعال. فالأولى هي صفة الاستواء والفوقية. من كانت هذه الصفة منازع فيها، هل هي من صفات الذات أو صفات الفعل؟ ولكن راجحناها من صفات الأفعال. صفة الاستواء والفوقية، يقول في القرآن أكثر من 1000 دليل، في القرآن واحد وغير السنة، على فوقية الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. وفي السنة الصحيحة الكثير الطيب، فمن ذلك هي متقسمة لعدة مجموعات، يعني كل بند فيه يعني أدلة من الكتاب والسنة أو من الكتاب أو من السنة. أسماء لله عز وجل تدل على العلو، تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل بجميع معاني، علو شأن وعلو قهر وعلو ذات. وعلو الشأن وعلو القهر متفق عليه، يعني ما قال في ذلك أهل البدع، ولكن علو الذات هو الذي تكلموا فيه. فهناك أسماء لله عز وجل تدل على ثبوت يعني صفة العلو لله عز وجل بجميع معاني، كاسمه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، هذه تدل على علو الله عز وجل على خلقه، واسمه العلي، العلي الكبير، إن الله كان عليا كبيرا، واسمه المتعالي، واسمه الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففسر الظاهر بصفة العلو الذي هو فوق كل شيء وليس فوقه شيء عز وجل، فهو أكبر من كل شيء وفوق كل شيء. فالإثبات صفة العلو ليس فيها تجسيم أو تحييز كما يدعي
يعني أهل البدع أن أهل السنة يقولون بالتحييز أو فإثبات صفة العلو ليس فيها تحييز، فهو فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات، فأكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، والسماوات لا تقل ولا تضل. فهذه أسماء يعني أربعة بتدل على علو الله عز وجل على خلقه. وطبعا لو تتبعنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نجد في هذا البند وحده يعني ممكن 100 دليل يعني على يعني إثبات يعني علو الله عز وجل من خلال الأسماء التي تتضمن إثبات يعني صفة العلو لله عز وجل. كما قلنا أن أسماء الله جل يعني حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، يعني أي اسم ثبت لله عز وجل فهو يدل على أن الله عز وجل يتصف بالصفة التي يتضمنها هذا الاسم. فاسم العلي والمتعالي والأعلى والقاهر والظاهر، يعني هذه أسماء يعني خمسة كلها تدل على اتصاف الله عز وجل بالعلو. سبح اسم ربك الأعلى إن الله كان عليا كبيرا. من ذلك يعني أيضا مجموعة أدلة تدل على الفوقية كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، التصريح بالفوقية فوق، لم يقل تحت ولا يمين ولا شمال. وقال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، يخبر عن الملائكة. ومن ذلك التصريح بأن الله عز وجل في السماء أي فوق السماء، كما قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن بمعنى على، من في السماء يعني من فوق السماء، كما قال عز وجل فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. ناس لا تمشي داخل الأرض لكن تمشي فوق الأرض، فامشوا في مناكبها يعني فوقها أو فوق مناكبها. فمعنى في السماء يعني فوق السماء أو على السماء. دي مجموعة أخرى من الأدلة. مجموعة ثالثة يقول من ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، لأن النفع الفوقية يعني أنواع، منهم من قال يعني الله عز وجل هو عين الوجود، إن كل حاجة هي الله عز وجل، كما قال بعضهم الرب عبد والعبد رب ليت شاري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد وإن قلت عبد فأنا يكلف، يعني كلام متناقض. هو اللي بيقول إن الله عز وجل هو عين الوجود، وفي قلب الحلول الاتحاد، يعني الله عز وجل يحل في كل شيء، كما قال أبو يزيد البسطامي ما في الجب إلا الله، واعتذروا عن فرعون لما قال أن ربكم الأعلى، قالوا هو كان أعرف بالله عز وجل من موسى، أنه يقول بأن الله عز وجل يعني يحل فيه. وقال بعضهم تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، فيعتقدون أن الله عز وجل حلل في كل شيء حتى في الكلب والخنزير. وهذا يعني الجزاء كل من أعرض عن كتاب السنة ولجأ إلى العقول والأهواء والآراء والأقيسة لابد أن يضل وأن يقع فيما هرب منه. نوع ثالث من المبتدع لهم الجهمية نفى وجود الله عز وجل بالكلية، قالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ونفوا صفة السمع والبصر والحياة والقيم، كل صفات الله عز وجل الذات أو الأفعال. فلو قلت لهم صفوا لنا ربكم لوصفوا ما ينطبق على العدم، فهؤلاء لم يثبتوا فوقية ولا غير ذلك من الإيه يعني من الجهات، ولا قالوا في كل شيء ولا في كل مكان. بعضهم قال يعني هو في إيه يعني في كل مكان، زي الأشاعرة وزي المعتزلة. فطبعا يعني بدعوى التنزيه يعني نفوا فوقية الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه، وجعلوه في دورات المياه في أجواف الحيوانات في الأماكن الخضرة التي يعني لا يجوز الإنسان يحمل اسم الله عز وجل فيها أو يذكر اسم الله عز وجل فيها تنزيها لله عز وجل، فكيف يجوز أن نعتقد أن الله عز وجل بذاته في هذه الأماكن. فدي بعض الفرق اللي ضلت في موضوع الفوقية. فالتصريح بأن بعض الأشياء عنده يدل على أن الله عز وجل يعني ليس في كل مكان، يعني وإلا كان يبقى عنده يعني في كل مكان، كقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال بل أحياء عند ربهم يرزقون، يخبر عن الشهداء.
وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرش إن رحمتي سبقت غضبي، في إثبات الفوقية فوق عرشي، وإثبات بأن هناك أشياء عند الله عز وجل. من ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهو أنواع. من ذلك رفع عيسى عليه السلام: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، إثبات لأن الله جل يعني فوق المخلوقات وفوق العرش، استوى على عرشه، وكان الله عزيزا حكيما. صعود الأعمال إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صعود الأرواح إليه، أي أرواح المؤمنين، فيصعدون يعني بها، يعني بروح المؤمن، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان. صعود الأرواح إليه. معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبتت بذلك الحديث الصحيح المشهورة. والمعراج هو الصعود والارتفاع. من ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنزول يدل على العلو، أن الله عز وجل فوق السماوات، وكما قلنا في صفة القرب، يعني الله عز وجل قريب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، فهو فوق السماوات وهو قريب عز وجل، ليس كمثل شيء، فهو أيضا ينزل ولا يخلو منه العرش كما سنبين يعني بعد ذلك. فإثبات صفة النزول هذه نتكلم عنها بالتفصيل يعني بعد الانتهاء من الكلام عن الفوقية. وثبت أيضا نزوله تعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، ينزل أيضا نزولا يليق بجلاله، يباهي بأهل الموقف ملائكته. وعند فناء العرش حين ينزل إلى السماء الدنيا ينادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من ذلك نزول الملائكة من عنده، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فتنزل الملائكة بالروح، والشرع يسمى روحا لأن به الحياة، ومن كان ميتا فأحييناه. وقال عز وجل: نزل به الروح الأمين، هو جبريل عليه السلام، على قلبك لتكون من المنذرين. من ذلك رفع الأيدي والأبصار إليه، كما في حديث القنوط والاستسقاء. نبين أدلة كثيرة يعني من كتاب معاذ القبول يعني بالتفصيل، ولكن هنا إشارات يعني أو رؤوس أقلام كما يقولون. من ذلك رفع الأيدي والأبصار إليك في حديث القنوط والاستسقاء. من ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه، قال: اللهم البلغ، وأشار بإصبعه إلى السماء، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس. من ذلك ما قصه الله تعالى علينا عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه العلي خالق كل شيء، قال تعالى في سورة القصص: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فهذا يشير إلى أن موسى عليه السلام يعني أخبره بأن الله جل فوق العرش أو فوق المخلوقات أو فوق السماء، فهو بكبره وجبروته يطلب من هامان أو يطلب يعني من ملائه أنه يجعله صرح يعني شيء مرتفع حتى يرى الله جل، يصعد فيرى الله عز وجل. هذا يدل أن عقيدة موسى وعقيدة جميع الأنبياء هي إثبات الفوقية لله عز وجل. من ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل، فلو كان الله جل في كل مكان لكان متجليا لكل شيء واندك كل شيء. فلو كان عز وجل متجليا لكل شيء لجعل كل شيء دكا كما جعل الجبل دكا. من ذلك ما رواه البخاري في تاريخه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أما يقول في تاريخه ويسكت بقى يقصد التاريخ الكبير، يقول رواه الطبراني ويسكت بقى يقصد الطبراني في الكبير.
قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء يعني فوق السماء أو على السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. ومن الأثار قول عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. يقول على ذلك جماعة الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين عدا أهل البدع المضلين. فده كأنه اختصار للموضوع، ولكن هو من أفضل موضوعات في معالج القبول، يعني موضوع الفوقية، يعني ذكر أدلة بتفصيل من كتاب والسنة، وذكر يعني طبقات العلماء من كلام الصحابة والتابعين وغيرهم في بيان إثبات الفوقية لله عز وجل. فيقول في معالج القبول في طبعة مركز الهدى للدراسات اللي هي 4 مجلدات، يقول العلي يقول فكل معاني العلو ثابتة له عز وجل، علو قهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطانه سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، قهر كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وقد جمع تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فعلو القهر وعلو الذات، قال فوق عباده أيها الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. فده النوع الأول هو علو القهر، والآية الأخيرة قلنا أن فيها علو القهر وعلو الذات وهو القاهر فوق عباده. وعلو الشأن، فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، إن هذا ينافي كمال الحياة والقيومية، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عذوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء يطعم ولا يطعم، وتعالى في كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل، قال تعالى وما من إله إلا الله، وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وذكر آيات كثيرة جدا، وكما قلنا قبل ذلك أن العقيدة يعني هي الإيمان، والإيمان بيزيد وينقص، فليست كالمسائل الفقهية أنك تعرف المسألة بأدلتها وتعرف الحكم الشرعي، ولكن العقيدة تحتاج يعني كلما كثرت الأدلة وكانت أدلة قوية تزداد رسوخا وتزداد يعني إيمانا. وهذه ميزة من ميزات يعني كتاب معارج القبول.
فذكر يعني جملة كثيرة تدل على علو الشأن. يعني ثبت لله عز وجل علو القهر وعلو الشأن وأيضا علو الذات اللي هو نزعت فيه يعني أهل البدع. يقول الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وهذان المعنيان من العلو، علو القهر وعلو الشأن، لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه وأساءه بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. فمنهم من نزاه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، يعني كما ذكرنا في الصفات، يعني أن هم يعني خاشوا أن يثبت صفة العلم فيقول شبهوه بالإنسان اللي عنده علم، فنفعوا عن صفة العلم فوقعوا في التشبيه بالإيه، لأن ضد العلم الجهل، وخافوا أن يقولوا أن الله جل حي حتى لا يكون في تشبيه بالأحياء، فنفعوا عنه صفة الحياة فوقعوا في تشبيه بالإيه بالجماد، وهكذا يعني يعني سلب الإيه الصفات. كذلك يعني هم يعني قول لنا قل بالجهة، وظنوا أنه هو يعني نفي العلو في تنزيه لله عز وجل، ولكن إما أنهم يعني قالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فنفوا وجوده بالكلية، والموجود أكمل من المعدوم. ثم يعني ستحس أن صفة الفوقية يعني أكبر شيء يعني يوافق التنزيه، يعني لأن الله جل يعني أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء وقهر كل شيء، فهو فوق العباد، فهذا موافق كما قلنا أن عقيدة أهل السنة توافق المنقول من حيث الأدلة من الكتاب والسنة، والمعقول من حيث العقل، كما أن إثبات الصفات وافق المنقول والمعقول، لأن يعني اللي عنده سمع وبصر وإن كان محدودا أكمل ممن ليس عنده سمع ولا بصر، ولكن نثبت لازم صفة السمع والبصر يعني نملأ قلوبنا بالعظمة أو بتعظيم الله عز وجل، بحيث أننا عندما نثبت هذه الصفات فالله جل في قلوبنا ليس كمثل شيء، فهو أجمل من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فنقول هو سميع بصير سمعا يليق بجلاله، وبصير بصرا يليق بجلاله. فأيضا الفوقية يعني أكمل شيء أن تعتقد أن الله جل فوق الخلق وأكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، وأنه لا يحتاج إلى العرش فمن دونه، بل كل شيء فقير إلى الله عز وجل، والله الغني الحميد. فهؤلاء فمنهم من نزاه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، يعني غير حل في المخلوقات كما تعتقد الصوفية بالحلول والاتحاد، يقول بائنا من خلقه وقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان، لأل في كل مكان، فكيف بدورة المياه، كيف بأجواف الحيوانات، ولم ينزه حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزاه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره، والوجود طبعا فيه الحيوانات، فيه النجسات، فيه الأماكن الخضرة، فكيف يكون هو هذا الوجود بأسره؟ هل هذا هو التنزيه؟ ومنهم من نزاه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، يعني ظن هذا هو غاية التنزيه أن يصفه بالإيه بالعدم المحض. ومنهم من نزاه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز، وغلى بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده. ومنهم من غلى في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، ووقع في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد أو من الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات. ولكن الإنسان يعني يقول بما نطقت به الآيات وبما صرح به رسول رب الأرض والسماوات، فهذا هو الأسلم والأعلم والأحكم، لأن ليس أحد أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل، أنتم أعلم من الله، وليس هناك أحد يعني أعلم به يعني من الخلق من رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا،
وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وصاروا معهما حيث صار، وقفوا حيث وقف، فأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوا، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإذا أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكل هذا في إثبات يعني علو الشأن وعلو القهر، علو القهر أولا ثم علو الشأن، يبقى علو الذات. كذا ثبت له العلو والفوقية، لو علو الذات أن الله عز وجل بذاته فوق عباده، فوق عرشه، مستويا على عرشه بائنا من خلقه. كذا ثبت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم مع الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده فوقهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، المنفصل منهم، ليس حلا فيهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك. لو أتيت لطفل لما يقرأ أو لم يسمع شيء من العلم قلت له أين الله، لا أشار إلى السماء، لو إن هذا الطفل يعني كان مربى في مكان لا يؤثر عليه أحد ولا يعني، بل ملاحدة أنفسهم الذين ينكرون وجود الله جل، إذا وقعوا في شدة ينظرون إلى السماء وينتظرون الفرج يعني من السماء. يقول والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره، ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها، وبالله التوفيق. يعني نفس المجموعات اللي ذكرناها في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن مع ذكر الأدلة، وأنا أقتصر يعني هو ذكر أدلة كثيرة من الآيات، نقتصر على ما يحصل به المقصود يعني منها حتى لا نطيل. وأيضا بالنسبة للأحاديث وذكر أحاديث يعني صحيحة وحسنة وضعيفة، ففي الصحيح غنية يعني كفاية، الأحاديث الصحيحة كافية في إثبات يعني ما نبينه، ولا نطيل بذكر الأحاديث الضعيفة. يقول فمن ذلك أسماءه الحسنى الدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العلي والأعلى. وقال إن الله كان عليا كبيرا، وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى هو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا، علو ذات وعلو قهر وعلو شأن. من ذلك التصريح بالاستواء على عرشه، معروف أن العرش فوق المخلوقات، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر.
وقال الرحمن على العرش استوى، وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض ويخرج منها. فمعروف أن العرش سقف المخلوقات، والجنة وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني الجنة، فالجنة في السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن. يقول في حديث أنس، وكان هذا الحديث يعني ضعيفا فنعرض عنه، حديث قتادة، في حديث أنس آخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. قال محمد بن أبي عثمان الحافظ: هذا حديث صحيح. عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. هذا رواه الخلال وإسناده صحيح على شرط البخاري، يعني رجال البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جهالة عينهم لا تضر، أن كل الصحابة عدول، في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: إن الله تعالى كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين. الحديث إلى أن قال: فلما فرغ الله عز وجل من خلقه أحب من خلق ما أحب استوى على العرش. يقول إسناده جيد، جود إسناده الألباني في مختصر العلوم. من ذلك التصريح بالفوقية، هذه مجموعة أخرى، يبقى الأسماء التي تتضمن يعني علو الله عز وجل، الإخبار بأن الله عز وجل استوى على العرش، معروف أن العرش فوق المخلوقات أو سقف المخلوقات، من ذلك التصريح بالفوقية كما قال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، يعني رجال الدين البالغون الذين يقاتلون يقتلون، وذراري النساء الأولاد، وتسبى ذراريهم النساء وطبعا الأولاد وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. يقول هذا أصل في الصحيحين، وهذه الرواية إسنادها حسن. أيضا في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوج كنا أهلي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأنها كانت تزوجت بزيد بن حارثة، ثم وكان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره الله جل بطلاقها، ثم زوجها الله جل من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: زوج كنا أهلي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد ليهم أو ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. هذا أيضا حديث يعني صحيح، ذكره الذهبي في العلو واللالكائي في السنة، وصح إسناده الذهبي وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية. وأيضا حديث: كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. وعنه يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. العرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.
فكل هذه أدلة يعني تدل على إثبات يعني صفة الفوقية أو فيها تصريح بفوقية الله عز وجل. من ذلك التصريح بأن الله جل في السماء، قال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم، أديم يعني جلد، وذهيبة يعني قطع الذهب مقروض لم تحصل من ترابها، كأنها خام يعني مختلطة بالإيه بالتراب. قال فقسمها بين أربعة نفر، يعني تألف بها أربعة: عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما القمع وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن حق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واكل يعني سادات المؤمنين إلى الإيمان، وضعاف الإيمان والرؤساء يعني في قومهم اللي عندهم أضغان على الإسلام تألفهم يعني بذلك، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة، اللي هو أبو الخوارج، كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف يعني بعد أن ولى قفاه، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا يعني من ظهره قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية من الهدف، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا رواه البخاري ومسلم. وطبعا الشاهد فيه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من ذلك حديث معاوية بن الحكم الذي ذكرناه باختصار لما قال: أين الله؟ أتى بالجرية. في حديث طويل قال: وكانت لي جرية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، إنه كأنه ندم أنه ضربها أو صكها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يستشيره. قال فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا رواه البخاري الإمام مسلم وغيره. وطبعا بعض الناس ينزعجون من هذا السؤال: أين الله؟ يقول: كيف تسأل هذا السؤال؟ أو لا لا، ولكن نقول: سؤال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نسأله؟ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شيء مقرر، أدلة كثيرة متواترة كلها تشير إلى أن الله جل في السماء يعني فوق السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في صحيح. فكل هذه الأدلة لم تبلغ أهل البدع، ولكنهم في الواقع يعني لا ينظرون يعني نظر إنصاف، يعني لا ينظرون في كتاب السنة نظر الفقير المحتاج، فيأخذون ويصدرون عن كتاب السنة، ولكنهم يحكمون الأهواء والأراء والمعظمين يعني عندهم. فهذه أدلة يعني كثيرة جدا تدل على فوقية الله عز وجل على عباده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة. فإذا كان رجل صالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وهنقول برضو فيها يعني فوقها، هي السماء السابعة فوقها عرش الرحمن سقف المخلوقات، والله عز وجل يعني استوى على العرش، السماء التي فيها الله عز وجل. هذا حديث صحيح أخرجه النسائي في الكبرى، غير المشتبه اللي هو السنن اللي هو جزء من الكتب الست، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. رواه الدارمي، وقال الذهبي: حسن الإسناد. وقال المحقق: إسناده حسن. رواه البزار وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في تاريخه، وحسن إسناده الذهبي في العلو، وابن حجر في مختصر زوائد البزار. فكل هذه أدلة يعني في بند واحد، وهو يعني أن الآيات والأحاديث تثبت أن الله جل في السماء يعني فوق السماء، والسماء كل ما سما وعلى وارتفع. من ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده عز وجل. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. قال: عنده فوق عرشه. قال ولمسلم في حديث يعني طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا فيهما في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، الملأ هم وجوه الناس، ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: عند ربها. فلو قلنا في كل مكان كيف تستقيم يعني هذه النصوص؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما في وقت وفي مكان وفي كيفية يعلمها الله عز وجل. هذا حديث في الصحيحين. فحج آدم موسى في حديث يعني طويل. أيضا من أدلة الفوقية الرفع والصعود والعروج، وأيضا دي مجموعة أدلة كثيرة جدا، وهي أنواع منها رفعه عيسى عليه السلام قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إن بعض الناس يقول متوفيك يعني مات، ولكن الوفاة تطلق على النوم، يعني ألقى عليه نوما ثم رفعه، لأن الله جل قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وطبعا النص الشرعي كما قلنا غير مرة لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص، فلا نأخذ هذه الآية ونقول إن موسى إن عيسى مات يعني في الأرض، الله أماته ورفعه، ولكن كيف ينزل يعني حكما عدلا في آخر يعني الزمان؟ فالله جل ألقى عليه نوما، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.
فألقى عليه نوما ورفعه إني متوفيك ورفعك إلي مطهرك من الذين كفروا. منها صعود الأعمال إليه عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في صحيح البخاري عن أبي هريرة: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، اللي هو المهر الصغير، يبدو أنه بيكبر سريعا يعني، فالصدقة كما تنمو سريعا فمثل المهر الصغير الذي يصير كالجبل حتى تكون مثل الجبل. فقال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فده يدل على الفوقية والعلو. عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ يعني الذكر والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقول لا إله إلا الله بيصعد ويكون حول العرش، يعني يذكر بصاحبه، قال إن فلان سبح هذا التسبيح أو هلل هذا التهليل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة. قال الذهبي: غريب وإسناده جيد. وطبعا لما واحد يقول غريب يبقى السند بيخفى على راوي واحد، ولكن الإمام الترمذي له مصطلح خاص به أنه لو قال غريب واختصر عنه عليه يدل على ضعف الحديث، لأن معنى الحديث بيخفى على راوي واحد فهذا وحده ليس كافيا في الحكم بالصحة أو الضعف، لأن الراوي الواحد قد يحتمل تفرده وقد لا يحتمل تفرده. فإن كان ثقة يعني حافظ زي مثلا إمام الزهري، يعني في 30 سنة لا تروى إلا من طريق الزهري، وطبعا هو إمام زمانه في زمن صغار التابعين، ولكن نفرض أن واحد سيء الحفظ تفرد بحديث، أو واحد له مناكير مثلا، أو واحد لين تفرد بحديث، فلا نقبله يعني إلا أن يتابع يعني عليه أن واحد يروي نفس الحديث يقوي. فالذهبي قال غريب يعني يقف على راوي واحد في طبقة من طبقات السند، ولكن قال وإسناده جيد يدل على أن أنه يحتمل تفرده. وقال في تحقيق الحديث: رواه الحاكم والديلمي في الفردوس والصحابة الألباني في صحيح الجامع. أيضا في الصحيحين حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لكمال حياته وقيوميته، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا رواه يعني مسلم وغيره. فصعود الأعمال والكلم الطيب والأرواح إلى الله عز وجل يدل على فوقية الله عز وجل، وإلا فأين تصعد؟ وأيضا يعني نزول الأشياء من عندي، نزول الروح الأمين جبريل ونزول الأوامر من عندي تدل أيضا على الفوقية. فيقول: منها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، أعني أرواح المؤمنين. قال عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكما ورد في حديث البراء ابن عازب حديث يعني قبض الأرواح: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإخبار من الآخرة نزل إليه من ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حنوط اللي هو الطيب يعني، وهو ما يوضع للميت، الطيب الذي يوضع للميت يسمى حنوط، فهؤلاء يؤتى لهم بطيب من الجنة لأنهم يؤهلون للجنة، في القبر يلبس من الجنة ويفرش من الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. فما زلنا في ذكر أدلة الفوقية، وقلنا أن من أدلة الفوقية الإخبار بأن الأشياء تصعد إليه منها صعود الأعمال،
ومنها صعود أرواح المؤمنين ومنها عروج الملائكة يعني إليه، كما قال تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، روح جبريل عليه السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يصعد الذين باتوا فيكم، يصعدون إلى الله جل، أو ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. من الأدلة أيضا معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة المشهورة. والمعراج طبعا معروف لغة هو الصعود والارتفاع. من ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى، فالنزول يدل على الفوقية. كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأيضا ثبت نزوله عز وجل في ليلة النصف وعشية يوم عرفة وعند فناء الخلق، حين ينزل إلى سماء الدنيا فينادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته. من ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر، نزول الملائكة من عنده ونزول الأمر، وتنزل الكتاب منه تبارك وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال عن القرآن: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. وقال: ونزلناه تنزيلا. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين، وغير ذلك يعني من الآيات. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخي: أعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، يعني ينزل له الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث الذهيبة قوله: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، رواه البخاري. أيضا في الصحيح قال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه؟ إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك، يدل على العلو، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. في الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال وذكر الحديث إلى أن قال: فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. أيضا من الأدلة على الفوقية رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت. يقول في الهامش: ثبت رفع اليدين في قنوت النازلة، يعني من حديث أنس في أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء رفع يديه فدعا عليهم. يقول: وأحاديث الاستسقاء وأحاديث دعائه على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلى الجزور وهو ساجد، وسلى الجزور اللي هي يعني كانت تسمى في بني آدم المشيمة، الجلد التي يكون فيها الولد.
وكان هذا طبعا بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فذهب يعني أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وأتى بسنة جزور وجعلها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه، وكذا في أحد والخندق وحنين، واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئذ وغير ذلك. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع، هو رفع اليدين في الدعاء، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث، وذلك يقول المتواتر تواتر معنوي. في وقائع متفرقة، وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود. والحديث الهامش يقول حديث عقبة بن عامر: من توضأ فأحسن وضوء ثم رفع نظره إلى السماء، ولكن ضعفه الألباني. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش، يعني هو لا تطرف عينه، يعني بحيث أنه ينفذ الأمر مجرد صدور الأمر. ما طرف صاحب الصور إسرافيل عليه السلام مذ وكل، يعني منذ وكل يعني به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. هذا أخرجه الحاكم صححه، وأحسن إسناده الحافظ في الفتح. من الأدلة كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء، قد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. هذا قال ذكره الذهبي في العلو، وقصر المحقق لم يذكر تخريجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحديث البطولي قال الذهبي: إسناده حسن، وفي حديث غير ما ذكرنا. من ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه، كان في حديث جابر الطويل عند مسلم، وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وللبخاري من حديث ابن عباس في خطبة يوم النحر، لأن هذه كانت في خطبة عرفة والله أعلم، وبعضهم قال هي كانت في النحر يعني، لكن يقول هنا: والبخاري من حديث ابن عباس في خطبة يوم النحر وفيه: ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. من ذلك أدلة الفوقية النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خليقه تبارك وتعالى، وأنه تعالى فوقه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أوسط يعني وسط الجنة،
ويحمل أيضا على الأوسط اللي هو أعدل، يعني قال أوسطهم يعني أعدلهم، وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. فيه أيضا في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، في رواية من أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فيقول: لا أدري هل بعث قبلي أم أخذ بصاعقة الطور. هو لما تجلى له ربه خر موسى صاعقا، هو لم يصعق مع من يعني صعق. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ لا يغيضها، يعني لا ينقصها نفقة، سحاء ليل ونهار. وقال: أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. حديث السبع: سبع يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ذلك ما قصه الله تعالى علينا عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خلق كل شيء وإلهه. قال تعالى في سورة القصص: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. حتى جاجارين اللي هو رائد الفضاء الروسي لما طلع يعني يلف حوالين الأرض فبيقول: أنا ما شفتش ربنا اللي بتزعمون، يعني فهو يظن أن فوق يعني أنه هيلاقيه يعني خارج الإيه غلاف الجو، يعني مش عارف أن فوق السماء السابعة وأن الكرة الأرضية دي رملة في الفضاء. فطلع مرة ثانية في طائرة احترقت به. يقول: ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مبين له لا تخفى عليه، مبين لهم لا تخفى عليه منهم خافية، فكل جهمي نافي العلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه، وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله عز وجل وكتبه. ذكر أيضا قصة موسى لما جاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلامه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. فيها دليل على الفوقية أيضا، لأن لو كان في كل مكان كما يزعمون لجعل كل شيء دك. وطبعا لسه ذاكر أخوال الصحابة والتابعين وطبقات يعني كثيرة جدا يعني من علماء الأمة، ولكن هنقتصر بهذه الخاتمة. يقول بالجملة: فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس وأتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكنتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. في يعني أثر العقيدة الفوقية في قلب المؤمن نذكره أيضا للجويني أو لابن شيخ الحزمين. آه
يقول: أثر عقيدة الفوقية في قلب المؤمن. قال أبو محمد الجويني. كان الشيخ علي حسن عبد الحميد يعني كان عندي وشاف الكتاب عندما كان مخطوطة يعني، فقال إن الصحيح إن هذه الكلمة المنسوبة لابن شيخ الحزامين يعني، فكان قال إن هي نسبتها لابن شيخ الحزامين وليست لأبو محمد الجويني. يقول: ما ملخصه؟ العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماوات فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه، كما يستقبل ببدنه القبلة يتجه القبلة، فالقلب يكون متوجها إلى السماء حتى هو يسمع القرآن يستشعر بأن القرآن كأنه نازل عليه من السماء، وأنه عندما يدعو يستشعر بأن الدعاء يصعد يعني إلى يعني السماء، إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فاعتقاد الفوقية بيجعل القلب وجهة واتجاه بخلاف يعني من لا يعرف لإلهه جاء يعني، هل هو يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا غير موجود بالكلية كما تقول الجهمية، أو أنه عين الوجود أو أنه حالل في كل شيء. فيقول: العبد إذا أيقن أن الله تعالى فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية. وكما قلنا إيش معنى العلو؟ أنه محصور في المخلوقات لأنه أكبر من كل شيء، بل هو فوق المخلوقات أكبر من كل شيء، وأنه الآن في صفاته كما كان في قدمه صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه. ومن لا يعرف ربه بأنه فوق سماواته على عرشه فإنه يبقى ضائعا لا يعرف وجهة معبوده، لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقدمه يقول الذي يعرفه بأسماء وصفات، لكن لو عرفه بسمعه وبصره وقدمه، وتلك بلا هذا الإيقان، الإيقان بالفوقية ناقصة، بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء، فإذا دخل في الصلاة وكبر قال الله أكبر توجه قلبه إلى جهة العرش يعني إلى أعلى، منزها ربه تعالى عن الحصر مفردا له كما أفرده في قدمه وأزليته، ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه. فليس معنى أنه فوق السماء مستوى العرش أنه هو بعيد، بل أقرب يعني إلى أحدنا من حبل الوريد. يعتقد أنه في علوه قريب من خلقه ومعهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشيئته، لأن قالوا في كل مكان يعني كأنهم لما يثبتوا الفوقية يبقى الله جل يعني ما يسمع كلام عباده بل يعلم السر وأخفى، فهم يعني كأنهم ينزهون الله جل بهذا الاعتقاد موجود في كل مكان، حتى نخشى في كل مكان. لا تعتقد بذلك أنه فوق العرش، ولكن سمعه وبصره وعلمه حاططه قدرته في كل مكان، وذاته فوق الأشياء فوق العرش. ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو التوجه أشرق قلبه واستنار وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان، وعكسته أشعة العظمة على عقله وروحه ونفسه، فانشرح لذلك صدره وقوى إيمانه، ونزه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول، وذاق حين ذاك من أذواق السابقين المقربين، بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده. وتلك الجارية راعية الغنم أعلم بالله منه، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فإن قالت في السماء عرفت بأنه على السماء، فإن في بمعنى على، فمن ثم تكون رعية الغنم أعلم بالله منه. لكن لكونه لا يعرف وجهة معبوده فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان. طبعا هذه أدلة يعني ذكرنا أدلة كثيرة جدا يعني، وما لم يذكر يعني أكثر مما ذكر كلها تدل على علو الله عز وجل يعني على خلقه. فنأجل أسئلة أنا لسه نتكلم عن بعض كلام الصحابة والتابعين وطبقات أخرى من علماء الأمة في الفوقية، ونجيب إن شاء الله تعالى على الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.